تعالى مولانا تعالى. والله صلى الله عليك، حياكم الله بارككم، صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك، احنا سعداء والله. الله يحفظك. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت
عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن
غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله
حكيم. إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى تكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الآيات أن يثبت أهل الحق في فلسطين. اللهم ثبتهم يا رب العالمين، انصرهم على من بغى عليهم. اللهم سدد رميهم واحفظ حرماتهم. اللهم يا من قلت وقولك الحق المبين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. اللهم ثبتهم واحفظ حرماتهم واحفظ عليهم أعراضهم ونساءهم وأطفالهم وبيوتهم. اللهم رد كيد العدو عنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم أصحاب قضية عادلة فانصرهم ومكن لهم يا رب. حرر المسجد الأقصى الأسير واحفظ حرمات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كما فرحتنا اليوم بهذه الأخبار السرة ففرحنا بتحرير المقدسات والصلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارحم شهدانا وأكرم علماءنا. اللهم آمين آمين. صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله.